10 إلى 30% من الأزواج المصابين بالعقم لا يكتشفون أبداً سبب عدم قدرتهم على الإنجاب. اليوم سنتحدث عن أسباب العقم غير المبرر وغير المكتشف. هل يعود لأسباب تتعلق بنقص التشخيص أم تكون أسباب كامنة غير مكتشفة لا من قبل الطبيب ولا من قبل الشخص المصاب بالعقم؟ نتحدث أكثر عن هذا الموضوع مع ضيفي الدكتور سامر ياغي، استشاري جراحة النسائية والتوليد وتأخر الإنجاب وأطفال أنابيب. حياك الله معنا دكتور. أهلا آيات، أهلا وسهلا فيك دكتور. يمكن كل دورة شهرية تمر على المرأة التي تحاول الإنجاب وتمر بسلاسة ونجاح هي تسبب لها الإحباط والقلق وتشعر بالفشل. نعم صحيح 100%، خصوصا بالموضوع الرئيسي اللي أنت تحدثت فيه. إحنا لما بنحكي على أسباب غير معروفة، نعم. فبالتالي أنت لما بتعمل كل الفحوصات للمرضى وبالتالي بيكون في عنا سبب معين، مثل نقص في عدد الحيوانات المنوية أو نقص في التبويض أو عدم حدوث التبويض، فبالتالي هو يوجد سبب معين. لكن المحبط في الموضوع وبالتالي هو السبب الرئيسي أنه كل ما بتيجي الدورة الشهرية إحنا نصاب بالاكتئاب، لأنه بدنا الحمل أنه في أسباب غير معروفة. وهنا إحنا بدنا نعرف الحمل أو العقم غير المبرر بالأسباب أو غير معروف الأسباب. إحنا راح نحكي أنه بالدراسة الأولية اللي يتم إجراءها للزوجين بنعمل كافة الفحوصات سواء للعامل الذكري والعامل الأنثوي، وبالتالي لا يوجد أي سبب واضح يدل على سبب تأخر الإنجاب. فلهذا السبب هنا بنحاول إن ندور أكثر فأكثر أسباب كامنة، نوجد إيش ممكن يكون سبب عدم التأخر في الإنجاب. لو عدنا إلى الدراسات دكتور والأرقام الإحصائية تقول بأنه 80% ينجحون في الحمل بعد 6 أشهر من المحاولة، وبعد سنة يمكن 90%. صحيح. هاي في الأوضاع الطبيعية. نعم. لكن متى نقول هنا نتجه إلى تحليل السبب؟ هل هذا يسمى تأخر في الإنجاب أم يسمى عقم؟ هلا التأخر في الإنجاب هو أحد الأفرع من العقم، لأنه إذا حكينا عن العقم فبالتالي لا يوجد فرص لحدوث الحمل. فبالتالي إحنا هنا رح نحكي تأخر في الإنجاب لأنه مندور على السبب من أجل العلاج. هاي النقطة الأولى. النقطة الثانية، زي ما تفضلتي، خلال 6 أشهر الأولى من الزواج بتكون نسبة حدوث الحمل 80%، ومع نهاية السنة الأولى تقريباً بتوصل 90 إلى 95%. هلأ إذا كان عمر الزوجين صغار بالعمر زي ما حكينا، ممكن خلال السنة الأولى ننتظر الفرصة الكاملة بحيث ممكن 80-85%. لحظة، شو يعني صغار في العمر كرقم؟ صغار بالعمر يعني أقل من 35 سنة. أقل من 35 سنة وما عندهم أي مشاكل طبية وما في أي شيء، فبالتالي ممكن الانتظار خلال السنة الأولى دون إجراء أي فحوصات. لكن بعد مرور السنة الأولى زي ما حكينا، خلال السنة الأولى إذا صار في عنا إحنا حمل ب 80-90%، فبالتالي تبقى علينا من 10 إلى 20%، هدول غير معروف شو سبب عدم القدرة على الإنجاب. نعم. وهنا بنروح إحنا للأسباب اللي بنكون نتوقعها. وقبل أن نتحدث عن الأسباب دكتور، أيضا في شقين من الموضوع. المرأة بتكون سبق لها الحمل ولكن هاي المرة مع محاولاتها الحمل صعب جدا، والمرأة في بداية الزواج اللي ذكرت عنها اللي 80% ممكن ينجح بعد 6 أشهر. نعم صحيح. شو بالنسبة للحالة الأولى دكتور؟ الحالة الأولى إذا إنه صار الحمل وبعد هيك لم يحدث، نعم. نيجي نأخذ من المريضة تاريخ مرضي دقيق بحيث أن نعرف شو يعني الحمل اللي صار، لأنه ممكن يكون الحمل كيميائي زي ما بتعرف في آيات، ممكن أنه يصير فيه قراءة رقمية لهرمون الحمل، وهنا تسمي السيدة نفسها بأنها حامل، وإحنا كأطباء نعترف بهذا الحمل، لكن ما وصلنا لمرحلة حدوث تكون الجنين أو رؤية كيس الحمل على جهاز السونار. هاي أول نقطة. النقطة الثانية، هل صار في عندنا كيس حمل مكتمل وكان فيه بداخله جنين؟ لأنه ممكن ما يكون الكيس فيه بداخله جنين، ممكن أن يكون فيه جنين لكن ما فيه نبض بيبي. طب هل نبض البيبي شفناه إحنا على عمر شهر أو شهرين أو 5 شهور وتوقف نبض البيبي؟ فهنا كل حالة مختلفة عن الأخرى من أجل دراستها والجواب على سؤال لماذا لم يحدث الحمل بعد حدوث الحمل الأول. مين الحالة اللي بتستدعي فحوصات أكثر وانتباه أكثر من الطبيب؟ أي ست بيكون عمر الحمل أكثر من 10-12 أسبوع وكان في وجود لنبض الجنين وعدم ظهور نبض الجنين، أتوقع هاي من أهم الحالات، لأنه لازم نشوف العوامل اللي لها علاقة بالتخثر والتجلط، لأنه نقص التربية هو كان أحد الأسباب توقف نبض الجنين. نعم دكتور.
بالنسبة للأسباب، نبدأ في الأسباب المعروفة لديكم لتأخر الإنجاب. نعم. سواء عند المرأة أو الرجل. إذا بنحكي إحنا على عدم الإنجاب غير معروف الأسباب، هلأ عدم الإنجاب غير معروف الأسباب، هنا إحنا رح نتحدث على هل يوجد مشكلة إحنا ما بنعرفها، مثل إنه نضعف التبيض، ممكن نفكر في التهابات مزمنة في منطقة الحوض مثل مرض بطانة الرحم المهاجرة، ممكن أي عوامل لها علاقة بالجهاز المناعي، فبالتالي لازم تعمل أنت دراسة شاملة للمريضة للبحث عن سبب معين، لأنه غير معروف الأسباب لابد أنه في سبب معين بسيط موجود لكن بحاجة أن نوصل لنتيجته. نبدأ بفحص التبويض دكتور، أين يتم إجراء هذا الفحص؟ وشرائح التبويض اللي تباع في الإباضة اللي تباع في الصيدليات كافية؟ نعم، لا التبويض إذا الدورة الشهرية كانت منتظمة وكل شهر بشهره، هاي أحد العلامات الرئيسية عند كل سيدة أنه تعرف أنه بصير في عندها التبويض. نعم. في بعض السيدات بتتأخر عندها الدورة أكثر من 45 يوم، أكثر من شهرين أو 3 شهور، هنا في عدم انتظام بالدورة الشهرية وغالبا لا يحدث التبويض، لأنه بحدوث التبويض تحدث انتظام الدورة الشهرية، وانتظام الدورة الشهرية بنحب ننوه من هذا المنبر بأنه مش بالضرورة أنه كل السيدات تكون دورتهم 28 يوم، لأنه بس 15% من السيدات دورتهم 28 يوم، لكن إذا بتيجي كل 27 يوم، كل 26 يوم، كل 30 يوم، كل 32 يوم، فإحنا بنحكي عنها دورة منتظمة، وحتى نكون دقيقين أكثر، من 21 إلى 35 يوم خلال هاي الفترة أي دورة عند أي سيدة إذا بتيجي بكل شهر فإحنا بنعدها دورة منتظمة. هذا المحور الأول. المحور الثاني، هل ممكن استخدام شرائح التبويض من الصيدلية؟ نعم، ولقياس التبويض ومعرفته الشق الثاني من الدورة الشهرية غالبا ما يكون ثابت، وإحنا هنا بننصح السيدات أنه نعرف كم طول الدورة الشهرية. فرضا خلينا نحكي أنه طول الدورة الشهرية 35 يوم، من نقص منها 14 يوم، فبيكون يوم التبويض في اليوم 21، فهو إذا كان دورتها طويلة فمتوقع أنه التبويض يكون متأخر، فمتوقع أنه يكون في اليوم 21 أو 22 أو يوم 19 بالرينج هذا. نرجع للسيدة اللي دورتها 28 يوم أو 27 يوم، ناقص 14، فبالتالي يكون التبويض في اليوم 13 أو اليوم 14. نيجي لسيدة تجيها الدورة الشهرية كل 22 يوم، كل 21 يوم، ناقص 14، فبالتالي دورتها أو تبويضها بالأحرى بيجي في اليوم 9 أو 10 من الدورة. فهدول السيدات اللي دورتهم قصيرة مجرد ما انها تخلص من الدورة تتفاجأ انه في عندها تبويض لانه مبيضها عم بيشتغل وبيشتكل بشكل سريع. نعم. الكتات اللي حضرتك تفضلتي ممكن استخدامهم بحيث انه مثل فحص الحمل اللي عن طريق البول يتم اجراءه، ويتم عمل قراءة يومية بحيث انه يوميا بتشوف فحص التبويض، فهذا احد الطرق اللي يتم استخدامها. الطريقة الثانية مراجعة الطبيب واجراء فحص السونار. الطريقة الثالثة ممكن اجراء فحص دم في اليوم 21 من الدورة اذا كانت دورتها 28 يوم للتأكد من حدوث التبويض. اما الطرق العادية والطبيعية اللي ممكن استخدامها في البيت زي ما حكينا، ممكن استخدام الشرائح، ممكن قياس درجة حرارة الجسم، لانه في وقت التبويض درجة حرارة الجسم ترتفع بنسبة نص درجة إلى درجة يوميا، وممكن الانتباه على نوع من أنواع الإفرازات الشفافة وكذلك بعض الآلام البسيطة اللي ممكن تصير في أسفل البطن. نعم. وهي من علامات التبويض الرئيسية. نعم، هذا بالنسبة دكتور للتبويض والدورة الشهرية وعلاقتها بحدوث الحمل. نعم. أو تأخره. ماذا بالنسبة للشكل التشريحي والهيكلي للجهاز التناسلي للمرأة؟ هل يمكن إذا كان في تشوهات أو مشاكل معينة أيضاً أن يعيق الحمل؟ 100% إذا في عندنا أي مشاكل قد تكون خلقية في بالنسبة إلى موضوع الرحم، وزي ما بنعرف إحنا بطانة الرحم هي المستقبلة لزراعة الجنين، هي المستقبلة للجنين من أجل نموه وتطوره. نعم. فإذا كان في عندنا أي مشاكل في داخل جوف الرحم، مثل يكون موجود الالتصاقات أو وجود الزوائد اللحمية أو وجود الألياف، فهي أحد العوامل الرئيسية، أو تشوه خلقي زي ما تفضلتي أنه يكون في عندنا رحم ذو القرنين. نعم. أو رحم ذو القرن الواحد. نعم. أو وجود حاجز رحمي، فهي كلها من الأسباب التي تعيق الحمل، فبالتالي إحنا
بحاجة إلى دراسة المريضة ومعرفة الأسباب، لأنه مجرد ما إننا نحل هاي الأسباب تكون نسبة الحمل أعلى. بالنسبة لقناات فالو دكتور، نعم، يتم إجراء الصورة الملونة أو الصورة بالصبغة، وهو من أجل استثناء نفاذية قناة فالوب. فإحنا بنعمل الصورة الملونة، فوقتها بنعرف أنه قنوات فالوب من الجهتين هي بتكون مفتوحة وبالتالي فيها نفاذية فهي سليمة. لكن هل هذا يعني بأنه رح يصير الحمل؟ إحنا ما بنعرف. الشغلة الثانية، هل قناة فالوب إحنا عرفنا أنه نفاذيتها سليمة من حيث النفاذية، ولكن من ناحية الوظيفة هل فعلا الوظيفة التي تحدث في داخل قناة فالوب من أجل نقل البويضة وحدوث التخصيب وأيضا بعد تشكل الجنين وأن ينتقل إلى جوف الرحم؟ طبعا هاي أسباب بحاجة إلى إجابات، فلهذا السبب إحنا بنحكي. وهل إجاباتها تكون دقيقة دكتور دائما؟ للأسف هو أننا بنحكي على شغلات جدا دقيقة، فلهذا السبب لا تستطيع أنك تعرف السبب الحقيقي. نعم. لكن على الوجه الآخر نضيف في هذا الموضوع أنه لما يكون في عنا عقم غير معروف الأسباب وعملنا كل الإجراءات والفحوصات واستثنينا العامل الذكري والعامل الأنثوي، نلجأ بعد كل هذا إلى عملية زراعة أطفال الأنابيب. وهون لما إحنا بناخذ البويضات خارج الجسم وبناخذ عينة السائل المنوي، فبالتالي بتكون في عنا صورة معينة كأطباء أنه نفس البويضات اللي إحنا أخذناهم ممكن يكونوا غير مكتملين، ممكن يكونوا غير ناضجين. السبب منهم يس. فإحنا هنا بنحكي أنه عملية زراعة أطفال الأنابيب اللي تم إجراءها لهذه المريضة هي أوجد الإجابات على لماذا لا يحدث الحمل بشكل طبيعي. إحنا تم استثناء كل شيء، لكن لما حقنا الحيوانات المنوية في داخل البويضات لم يحدث التخصيب، لم يحدث التطور للأجنة والانقسامات. فهنا أنا كطبيب معالج أصبح في عندي العديد من الإجابات على الحالة المرضية من خلال هذا الإجراء. يحدث الحمل ممكن تحدث أيضا هاي الإجابات من خلال التلقيح الصناعي. لا التلقيح الصناعي نسب الحمل عليه 15%، في أحسن أحوالها ممكن توصل ل 20%، لكن التلقيح الصناعي هو يتم غسل وتنظيف الحيوانات المنوية وزيادة تركيزها وإضافة بعض المواد الفعالة من أجل تنشيطها. يعني جهد أكثر على الحيوانات المنوية. بالضبط. وطريقة إيصالها بحيث أنها تكون من قريبة فالوب، فبالتالي يتم ضخها وإجراء التلقيح في جوف الرحم، فبالتالي إحنا اختصرنا المسافة على الحيوانات المنوية للوصول إلى قناة فالوب، وتعدينا مشكلة أنه تكون في مشكلة واضحة في قناة عنق الرحم، فبالتالي إحنا هنا تعدينا عنق الرحم ودخلنا داخل جوف الرحم. فلهذا السبب نسب النجاح راح تكون أقل، لكن ممكن استخدام طبعا التلقيح الصناعي في حالات غير معروفة الأسباب. وهلأ راح نحكي عن التدرج الطبي أكيد. نعم دكتور، قبل أن نتحدث عن التدرج الطبي اسمح لي، في حال لجأنا إلى أطفال الأنابيب ولم تنجح، نسمع كثيرا بأنه الكثير من حالات الانفصال صدقا تجري في مجتمعاتنا وفقا للسبب. يقول لك مثلا حكانا الدكتور كلمة واحدة أنه أنت وهي ما رح تنجبوا، ممكن هي تنجب من شخص آخر إذا تزوجت فيه، ممكن أنت تنجب من امرأة أخرى إذا تزوجت، وفعلا ممكن يصير الانفصال وكل واحد فيهم يروح في سبيله ويرتبط من جديد ويصير حمل. شو السبب الطبي هون؟ أنا شايفتك عم تضحك. لأنه الكلام علمي دكتور. الكلام أتوقع غير مبني على أساس علمي، لأنه إحنا ما درسنا الحالة. يعني نقص في التشخيص الجيد. يس. أنا مقتنع تماماً، لأنه أصلاً ليس العامل هو لأنه هم التنين هدول مع بعض، لكن هنا إذا إحنا بدنا نحكي عملوا أطفال أنابيب وما نجحت، فبالتالي لازم يتزوجوا من أشخاص مختلفين عشان تنجح. بدنا نرجع للسبب الرئيسي للجوء إلى أطفال الأنابيب، هل كان السبب هو العامل الذكري أو العامل الأنثوي؟ فإذا كان العامل الذكري طبيعي إذا تزوجت شخص آخر إنها تحمل منه بدون أطفال أنابيب، وإذا كان العامل الأنثوي في نقص شديد في مخزون المبيض أن يتزوج امرأة أخرى بعمر أصغر من العمر طبيعي إنها تحمل منه، برضو طبيعي ومش أطفال أنابيب. فأتوقع صعب نحكم على الموضوع بعد إجراء أطفال أنابيب بأنه لا يصلح هذول الزوجين أنهم يكونوا لبعض، لأنه أكيد في كانت أسباب واضحة ومباشرة لحدوث التأخر في الإنجاب. يعني بدل ما يغيروا الأزواج يغيروا الطبيب. إذا غيروا الطبيب ممكن تنحل المشكلة. طبعا مش مع الانفصال ولا بأي شكل من الأشكال. والله دكتور لا أخفيك، يعني هو سبب
ويمكن بتمر على كثير من الحالات. نعم، رغم انه هو بالنهايه عامل اجتماعي. هذا نعم. عامل اجتماعي، ثقافه مجتمعيه. نعم، لانه البيبي هو مش للزوج ولا للزوجه، البيبي هم للاهل، لهم التنين. نعم. انت عم بتحاول تبني اسره، واذا بدك تبني هاي العائله بدك تزيد عدد افرادها، فبالتالي هو لكل الطرفين، فهو جهد نفسي على الجميع 100%. وكيف يكون هنا التدرج الطبي دكتور؟ زي ما حكينا في البداية، إذا كان عمر المريضة أقل من 30 سنة، إذا كان أقل من 35 سنة وفحوصاتها طبيعية، الزوج فحوصاته طبيعية لكن لا يحدث الحمل، يتم عن طريق إعطاء الأدوية والمحاولة خلال أدوية معينة، منراقبهم على مدار شهر أو شهرين أو ثلاثة. بعد مرور هاي الفترة ممكن نلجأ لإجراء التلقيح الصناعي. نعم. نعطي محاولتين أو ثلاث محاولات، لكن في حال عدم حدوث الحمل نلجأ في نهاية المطاف إلى إجراء زراعة أطفال الأنابيب. لكن يجب أن نحاول. دكتور، في أطفال الأنابيب كمان تعتمد على العمر المرأة؟ 100%، لأنه من أهم الأسباب الرئيسية هو العمر عند المرأة وعند الزوج، لكن عند المرأة يمكن لأنه متعلق أكثر في مخزون المبيض وجودة البويضات، فهو أصلاً بيلعب دور رئيسي في نجاح العملية. نعم، من أي محاولة نقول هنا نقف عن المحاولات والسعي، أو نعطي نفسنا بريك؟ ممكن نعطي نفسنا بريك في أي لحظة لسبب رئيسي، لأنك بحاجة إلى دعم نفسي وبحاجة أنك تعود قراءة المشهد، وبالتالي منحدد الاستراتيجية القادمة. لكن طالما في مخزون مبيض، وطالما في عينة سائل منوي كويسة، وطالما في القدرة المادية على إجراء هذا العملية، فبالتالي ما في عندنا وقت محدد. نعم. طالما العمر بيسمح بهذا الشيء. نعم. اسمح لي دكتور بأسئلة سريعة تتعلق بأسباب تأخر الحمل عند المرأة. بالنسبة للحالة النفسية، كم تلعب دور في تأخر الإنجاب؟ العامل النفسي أصبح بيلعب كتير شغلات في حياة المرأة في كافة المجالات، فبالتالي من العوامل الرئيسية للفشل ونقص المخزون المبيض ونقص النجاح نحكي العملية هو العامل النفسي، لسبب بسيط، لأنه بتكون أنت under tension، فبالتالي بتصير الأعصاب مشدودة أكثر، وهنا إحنا بنحكي عن تضيق في الأوعية الدموية، نقص التروية، نقص الدم اللي بيوصل للجسم، فأكيد عامل الاسترس أنا بعده من أهم العوامل الرئيسية في أنه يأثر على نجاح العملية. الأمراض والأسباب الطبية الكاملة، الأمراض المزمنة إذا كانت موجودة عند الزوج أو عند الزوجة، فبالتالي عند الطرفين أكيد من العوامل الرئيسية التي قد تحدث عدم إنجاب غير معروف الأسباب. نعم، مثل السكري دكتور؟ مثل السكري ومثل الضغط ومثل الأمراض المناعية، وبالتالي واستخدام الأدوية المزمنة 100%، هاي من الأسباب أيضا. مشاكل غدة درقية عند المرأة من الأسباب أخرى التي نستطيع الإعاز بوجودها، فبالتالي خلال الدراسة الطبية التي تحدث للزوجين يتم استثناء وجود أي مشاكل في الغدة الدرقية. نعم، نمط الحياة غير الصحي بالنسبة للمرأة والرجل على حد سواء من ناحية الإصابة بالسمنة والتدخين أيضا دكتور؟ دائما وابدا ننصح بتحسين نمط الحياه، وذلك عن طريق تخفيف الوزن والابتعاد عن التدخين، وبالتالي هاي من اهم الاسباب الرئيسيه اللي ممكن انها نحسن فرصنا في المستقبل. دكتور، تحدثنا عن الاسباب التي تؤدي الى تاخر الانجاب عند المراه وايضا عند الرجل، ولكن احيانا هنالك نقص او تقصير في الفحوصات لدى الرجل. أحيانا تكون الفحوصات في مختبرات مثلا غير دقيقة وتفتقر إلى عوامل السلامة والدقة، ممكن تلعب دور أيضا دكتور في أنه ما يحدث إنجاب، ولا هذا الفحص في أي مختبر نتيجته واحدة؟ هو بالعادة إحنا بنعمل بس فحص السائل المنوي. نعم. لكن في بعض الحالات لا يكفي إجراء فقط فحص السائل المنوي لحاله، هاي واحد. اثنين، مختبرات الإخصاب عامة يكون في دقة في تشخيص وقراءة فحص السائل المنوي عند الرجال أكثر من أي مختبرات تانية، والفرق هو أنه الشخص اللي بيقرأ عينة السائل المنوي بتكون أدق بكثير، فبالتالي بننصح بأنه إجراء فحص السائل المنوي في وحدة إخصاب.
بالنسبة هل يوجد فحوصات أخرى؟ أكيد نحن بنعمل دراسة كاملة للزوج، لأنه لا نكتفي فقط في فحص السائل المنوي في حال كان وجود أي خلل طبي، فلا بد من الإجراء إلى بعض الفحوصات الجينية اللي متعلقة بالوراثة، وكذلك فحص هرمونات كامل للجسم من أجل استثناء كافة الأمراض للوقوف على الأسباب. كل شكر لحضورك معنا الدكتور سامر ياغي، استشاري جراحة نسائية وتوليد وأطفال أربيب، على ما قدمته من معلومات مهمة حول تأخر الإنجاب غير المكتشف. نعم، غير مبرر الأسباب. غير مبرر الأسباب. نعم، شكرا دكتور. أهلا وسهلا، شرفتونا.